نظمت جمعية طنجة مدينتي الامتحانات التجريبية لمباريات المدارس العليا في نسختها السادسة على مر 5 أيام من 5 إلى 9 يوليوز. سيستفيد مجموعة من تلاميذ البكالوريا من خبرة مجموعة متميزة من الأساتذة المتخصصين. التجربة اللي كتقوم بها طنجة مدينتي هذه ماشي هذه السنة الأولى، غير وكان في هذه السنوات الأخيرة بدأت بالإضافة للسيمولاسيون بدأت كتعمل التحضير والتوجيه ديال التلاميذ للمباريات بصفة عامة. يمكن نقول بأن المؤسسة ولا الجمعية بليتو أنها مشات خطت خطوات كبيرة في هذا المجال هذا، خصوصا أنها أخذت تجارب وعندها تراكم ديال التجارب، بالإضافة كون أن الأطر اللي معهم والأطر اللي هما أصلا هاد الجمعية فيها عناصر اللي مروا من تجارب واللي حسوا بالواقع ديال المباريات على التلميذ، فوجدوا وهيئوا هذا الجو هذا العام اللي بدا كيتبين من خلاله بان التجربه عطيه نتائج مزيانه. الحمد لله الطلبه كانوا كيتسائلوا، كان عندهم واحد نقولوا عطش من المعلومه، عطش من هذا، لان طنجه ما معروفاش عليها بزاف، كيكون عندنا واحد النقص ديال المعلومات بالنسبه للكونكور مباريات الى اخره. فالطلبه كيبداو حايرين ما كيعرفوش شكون اللي يوجههم وكيفاش كتتم المباريات الى اخره. فالحمد لله بدايه من 2009 كنا استضفنا في النسخه الاولى، دابا هذه النسخة السادسة، استضفنا النسخة الأولى ديال المحاكاة سيمولاسيون ديال المباريات ديال لي كونكور، وكانوا الطلبة الحمد لله استفدوا بواحد الشكل كبير. كانوا كيسولوا، كانوا كيجاتهم غريبة في الأول أن واحد الجمعية كتجي كتعمل لهم فورماسيون، كتعمل لهم سيمولاسيون. هذه المباريات تشهد إقبالا من قبل التلاميذ الذين يرون فيها اختبار حقيقي لقدرتهم على ولوج المدارس العليا. فرصة باش كتحط راسك في هذيك الوضعية اللي غتحطها نهار الكونكور، كتكون عندك واحد الفكره باش فهمتي، كتكون متفوق على التلاميذ اللي ما جاوش الا هنا بواحد النسبه. عملنا كونكور ديال الانسا وديال الان سي جي وديال الميديسين، وقالوا لنا بلي غنعملوا تاد لينا، ودابا كنعملوا ديك كوريكسيون ديال هاد لي كونكور، وتعلمنا بزاف الحاجات يعني كيفاش غادي تجاوب على الامتحان كونكور، وكيفاش تتعامل مع الورقه، وكيفاش يعني بعض الحاجات دي تروك كيكونوا يعني كتكون مثلا شي حاجه سهله وانتينا كتخطى فيها هي لو تراك وديك شي. يذكر ان مؤثري هذه الدورات من طلبة المدارس العليا وجلهم خريجي الدورات السابقة لبرنامج المباريات التجريبية التي تنظمها جمعية طنجة مدينتي.